السيدات والسادة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كنت متوقعين بدخل على كرسي متحرك، لا، لأني دائما أحب أمشي على يدي. الله أنعم علي بنعم كثيرة، منها قوة يدي، أحب أحس بنعم الله علي، وأحب أعيش واقعي اللي أشوفه جميل. اسمحوا لي أعرفكم بنفسي، اسمي غانم محمد المفتاح، عمري 16 سنة، في صف ثاني ثانوي. ولدت في عام 2002، وكانت ولادة صعبة صعبة وايد، أكيد مو علي، على أمي. كانت صعبة لأنها ولادة مبكرة في الشهر السادس، وأثناء فترة الحمل، وبسبب المضاعفات الخطرة اللي تعرضت لها أمي، نصحها أحد الأطباء بجهاض الجنين المشوه رحمة فيه وفيها، وكان رد أمي